بعت صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقي التعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة الفنانة الشامة الزاز، وأكد جلالة الملك في هذه البرقية أنه تلقينا بعميق التأثر النبأ المحزن لوفاة المشمولة بعفو الله ورضاه الفنانة شامة الزاز، أحسن الله قبولها إلى جواره. ومما جاء في برقية جلالة الملك: وبهذه المناسبة الأليمة نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم ولأسرتها الفنية الكبيرة ولجميع عشاق ومحبي الراحلة عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في فقدان إحدى رائدات فن العيط الجبلية ببلادنا، التي ساهمت بأدائها الفني المتميز في صيانة وإطراء هذا الموروث الغنائي المغربي الأصيل. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: فالله العلي القدير نسأل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الفقيد المبرور خير الجزاء على ما قدمته من جليل الأعمال، ويتقبلها في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، وإن لله وإليه راجعون.